تحية رياضية طيبة أيها الأحبة، مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الذي سنورد لكم معلومة على عجالة وردتنا أنباء شبه مؤكدة من طواليد الاتحاد العام لكرة القدم عن إعلان القائمة الأولية التي سيتم من خلالها استدعاء لاعبين المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والذي سيعسكر في إحدى المحافظات اليمنية، وبلا شك إلى حد كبير ستكون هي عدن. وطبعا الكابتن محمد الزريقي هو من سيدير دفة المعسكر الداخلي، وسيتم استدعاء بالتأكيد اللاعبين الذين شاركوا في خليجي 25، وسيكون إلى جانبهم بحسب تصريح سابق لي شخصيا من الكابتن محمد الزريقي بأنه سيتم استدعاء وإضافة أيضا لاعبين آخرين. البطولة المقامة حاليا في عدن بطولة كأس عدن، البطولة التي أقيمت خلال الأيام الماضية في حضرموت، البطولة التي أقيمت أيضا في صنعاء، ثلاث بطولات بلا شك ستكون سند وعون للمساعدة في اختيار لاعبين جدد من قبل الجهازين الفني وأيضا الإداري في قادم الأيام. المعسكر الداخلي الذي سيقام في عدن سيكون استعداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق وفلسطين بعد أن اعتذرت الإمارات بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية. ستقسم طبعا المنتخبات المشاركة في غرب آسيا إلى مجموعتين، مجموعة بتلعب في فلسطين ومجموعة بتلعب في العراق، وستقام المباراة النهائية في العراق، وبذلك وجب الاستعداد بشكل جيد وأيضا سيكون بلا شك سريع، لأنه البطولة بحسب المعلومات المتوفرة بأنها ستقام في نهاية الشهر الحالي، عفوا الشهر القادم، نهاية مارس القادم، ولذلك ليس هناك وقت أمام منتخبنا سوى الاستعجال في المعسكر الداخلي وإقامة مباراتين كما قال سابقا مدير احد المسؤولين في حتى لا نسمي احد المسؤولين في الاتحاد العام لكره القدم بانه سيكون امامنا مباراتين تجريبيه قبل انطلاق البطوله. نامل ان تستمر هذه المعنويات والروح العاليه لمنتخبنا الوطني حتى نستطيع الوصول الى منتخب قادر على تشريف اليمن واليمنيين في مختلف المحافل والبطولات. الى اللقاء.